I call on the United Arab Emirates. أدعو الإمارات العربية المتحدة لتناول الكلمة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العمل الوصفي اجتماع بروتوكول كيوتو واتفاق في واجتماع باريس كذلك اجتمعوا في شرم في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 ونعرب عن خالص امتناننا لحكومة جمهورية مصر العربية التي مكنت مؤتمر الأطراف في دورته 27 وكذلك المؤتمر الأطراف العام الماضي في اجتماع بروتوكول كيوتو ودورة رابعة لاجتماع أطراف باريس والتي عقدت في شرم الشيخ. نعرب عن امتناننا لجمهورية مصر العربية ونعرب كذلك عن امتنان جميع الأطراف الثلاثة على ما حظينا به من كرامة ضيافة وحفاوة استقبال. شكرا سيد الرئيس. أشكر ممثلة الإمارات العربية المتحدة وأدعو الآن المؤتمر لاعتماد القرار.